اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من اسال الطبيب. النهارده ان شاء الله هكون موجود مع حضراتكم لمده ساعه على الهواء مباشره، وهنتكلم عن حساسيه الاسنان. هيكون معانا مداخلات، هنستقبل مداخلاتكم التليفونيه وهنرد على اسئلتكم واستفساراتكم وكل ما يتعلق بحساسيه الاسنان. في دراسة الحقيقة طبية عالمية اتعملت عن حساسية الأسنان. الدراسة دي قالت انه حوالي 15% من سكان العالم بيعانوا من مشكلة حساسية الأسنان، وانه 75% من ال 15% دول بيعانوا من هذه المشكلة لما بيتناولوا اي حاجة من المثلجات، سواء مشروبات ساعة او حتى الايس كريم او غيره. كمان قالت الدراسة انه النساء هم اكثر عرضة لحساسية الاسنان من الرجال. وفي نفس الدراسة قالت انه الاشخاص اللي بتتراوح اعمارهم من 20 سنة ل 50 سنة هم الاكثر عرضة لحساسية الاسنان. دي كانت دراسة اتكلمت في هذا الموضوع. اسمحوا لي قبل ما نستقبل ضيفنا اللي هينورنا في الاستوديو، دكتور محمود ابو السعد، استشاري طب وجراحة الفم والاسنان، واللي هنحاوره ان شاء الله في مشكلة حساسية الاسنان، وهنتعرف معاه ازاي نعالج هذه المشكلة، وايه اصلا اسبابها، وازاي ممكن نتجنب ان احنا نقع عرضة لمشكلة حساسية الاسنان. قبل ما نستقبله، قبل ما نبتدي موضوعنا معاه النهارده، في خبر حابين نقوله لكم النهارده عن اطعمة يجب تناولها بعد سن الخمسين سنة. ناخد بالنا انه بعد سن الخمسين سنة بنحتاج نوع معين من الأطعمة، علشان أجسامنا في هذا التوقيت بتكون محتاجة لما تحتويه هذه الأطعمة من قيمة غذائية. هيكون عندنا أول نوع هو الحبوب. الحبوب بكل أنواعها، الحبوب دي بتساهم في الحماية من فرص الإصابة بالسكر من النوع الثاني ومن ارتفاع الكوليسترول في الدم. بيكون كمان معانا التفاح. التفاح من الأطعمة المهمة جدا اللي بيجب تناولها، ونعرفين طبعا one apple a day keep doctor away، يعني كفاية تفاحة واحدة في اليوم تخليك بعيد عن أي دكتور. فالتفاح مهم جدا لمرض السكر بالذات، لأنه بينظم نسبة السكر في الدم. كمان عين الجمل. عين الجمل بتقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وأخيرا معنا الجزر. الجزر بيساهم بشكل كبير جدا في الحفاظ على صحة العين والفم والجلد والقلب، كمان بيقلل من فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم. الأطعمة دي مهمة قوي ان احنا ناخد بالنا منها، خاصة اذا سننا عدى سن الخمسين سنة، اكيد هتفرق معانا، وجربوا ان شاء الله تكون النصايح مفيدة. أعزائي المشاهدين، هنروح فاصل سريع مع حضراتكم، هنرجع نستقبل ضيفنا دكتور محمود أبو السعد، استشاري طب الفم وجراحة الأسنان، وهنبتدي مع حلقتنا النهاردة عن حساسية الأسنان. هنستقبل تليفوناتكم وتساؤلاتكم وكل ما يتعلق بحساسية الأسنان بعد هذا الفاصل. مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، النهاردة هنتكلم عن تبييض الأسنان وتجميل الأسنان، ودي حاجة بتهم أغلبية البنات وبتهم أغلبية الشباب حاليا. كتير بنسمع ان تبييض الاسنان ده مضر جدا لينا وبيسبب حساسيه وبيسبب تاكل في الاسنان. الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه تماما. ان التبييض ده بيتم بطريقه بسيطه جدا، اللي احنا بنجيب جل بنفرده على الاسنان بسمك لطبقه معين، الجل ده بيتغلغل في مسام السنه. السنه بالظبط زي جلدنا بيبقى فيها مسامات بس اضيق شويه. الجل ده بيتغلغل جواها وبنقوم بتحفيز للجل ده فيشتغل ويزيل الصبغات اللي بداخل الاسنان. طب هل التبييض ده نوع واحد ولا اكتر؟ هو في منه اكتر من نوع. في منه النوع التجاري اللي هو ممكن نلاقيه في الصيدليات، ده المريض بيقدر يستخدمه في البيت بعدد جلسات معين، بس احنا بنقلق ان المريض يستخدمه بشكل اكبر من الطبيعي فيضر نفسه في حاله زي دي. طب ايه الضرر اللي ممكن يجي لنا اصلا من الطبيب حاجه زي دي؟ اخره حساسيه، لكن مفيش تاكل لطبقه المينا، مفيش تاكل لاي حاجه من سطح السن. طيب ايه الانواع اللي ممكن نعملها عند الدكتور؟ التبييض بيتقسم لثلاث انواع، يا تبييض كيميائي، يا تبييض ضوئي، يا تبييض ليزر. الثلاث انواع في الاخر بيدونا يعتبر نفس النتيجه مع اختلاف بسيط في الدرجات النهائيه، بس كل واحد بيحفز بطريقه. التبييض الكيميائي ده هو الجل نفسه فيه مكونات كيميائيه، مجرد ما بتتحط على السن هي اللي بتحفز الجل وتشتغل لوحدها. طب التبييض الضوئي ده احنا جهاز بيطلع نور لونه ازرق بيتقال عليه الترا فايولت لايت. الالترا فايولت لايت ده هو اللي بيحفز الجل اللي احنا فردناه على السنان، وده بيدينا نتائج افضل بكتير من الكيميائي، بس عندنا عيب فيه ان نسبه الحساسيه فيه عاليه شويه.
طب اخر نوع واجدد نوع واحسن نوع حاليا هو التبييض بالليزر. التبييض بالليزر فكرته اللي احنا لو هنحس مثلا بالحساسيه لمده 10 ايام، احنا اخرنا هنحس بالحساسيه لمده يومين، بيقلل لنا نسبه الحساسيه حوالي 80% من الحساسيه الطبيعيه اللي ممكن نحسها في اثناء التبييض الضوئي او التبييض الكيميائي. طيب التبييض بالليزر ده هل بنقدر نستخدم الليزر في حاجه ثانيه تقلل لنا نسبه الحساسيه؟ طبعا بنقدر نعمل حاجه اسمها جلسات التحفيز الحيوي بالليزر، والجلسات دي بتتعمل لكل سنه قبل وبعد التبييض، وده اللي بيخلينا ما نحسش باي حساسيه بعد التبييض تماما. بننصح دايما بالتبييض بالليزر لاقل حساسيه وافضل نتائج. بنلاقي مرضى كتير بتسالنا هل التبييض يا دكتور هيقعد معايا على طول ولا لفتره معينه؟ طب ايه اللي المفروض اعمله؟ الناس تبقى فاكره مثلا هبيض واطلع اتعامل في حياتي طبيعيه. لا، احنا هنا لازم نتكلم شويه عن ازاي احنا نثبت نتيجه التبييض اللي حصل وازاي نستفيد بيه لابعد قدر ممكن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا الطبيعيه اليوميه بتاثر على النتائج دي، زي مثلا شرب القهوه، شرب الشاي، شرب السجاير والتدخين عامه، كل الحاجات دي بتاثر على اللون بتاع اسناننا. طيب احنا ازاي نثبت الوضع ده؟ اللي احنا بعد التبييض بنقعد حوالي اسبوع ممنوعين تماما من جميع انواع الكافيين والتدخين، وده بنقدر ناخد بيه اطول فتره لتثبيت اللون. وطبعا في خلال الاسبوع ده برضو احنا بنستخدم معجون للاسنان بيستخدم لتبييض الاسنان برضو او بيساعد لثبات النتيجه. النتيجه اللي احنا بنشوفها واحنا خارجين من العياده دايما هيبقى تاني يوم النتيجه افضل منها، ان بيكون الجل لسه جوه مسام السنه وبيبقى لسه التفاعل بتاعه شغال وبياخد وقته لحد ما يخلص في خلال 24 ساعه ونطلع بافضل نتيجه من الطبيب. ورجعنا لحضراتكم مره اخرى بعد هذا الفاصل، ونورني في الاستوديو ضيفي الدكتور محمود ابو سعد استشاري طب وجراحه الفم والاسنان. دكتور محمود اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا استاذ ايمن، اهلا بحضرتك. النهارده بنتكلم عن مشكله حساسيه الاسنان، وطبقا للدراسه اللي عرضتها في اول الحلقه كانت بتقول انه تقريبا 15% من سكان العالم بيعانوا من مشكله حساسيه الاسنان. يا ترى ايه هي الاسباب اللي وراء هذه المشكله اللي بيعاني منها 15% من سكان العالم؟ الحقيقه كمان 75% منهم لما بيتناولوا المثلجات اكتر منها من المشروبات الساخنه بيشعروا بالم شديد. فايه السبب وراء هذا الموضوع؟ احنا نعرف الاول حساسيه الاسنان. حساسيه الاسنان دي عباره عن الم بيجي زي وغزه شديده الالم كده، او احنا بنسميها كهرباء، بتيجي لفتره سريعه مع تناول اي مشروب سائع او سخن او اي اكل حامضي، ودي ممكن تروح بعد 30 ثانيه. في اسباب منها اسباب طبيعيه وفي اسباب منها اسباب مرضيه. الاسباب المرضيه دي زي الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها، زي لو في تسوس، لو في تسوس هيحصل فيه حساسيه في الاسنان، او لو في طبقات من الجير موجوده متراكمه على اللثه، او التهابات في اللثه، او اللثه حصل لها انحسار، احنا بنسميها حاجه اسمها ريسيشن، يعني اللثه بتنزل عن وضعها الطبيعي فالجدر بينكشف، او ممكن في حاجه اسمها كراك يعني تشقق في الاسنان. كل الاسباب دي كلها ممكن انها تعمل حساسيه الاسنان. برضو في البروكسيزم اللي هو الناس اللي بتجز على اسنانها بالليل من غير ما تحس، ده ممكن بيحصل فيه تاكل في طبقه المينا الخارجيه للاسنان فبيحصل حساسيه. خلينا الاول نقول ان السن نفسه او اي ضرس عندنا بيتكون من اكثر من طبقه. الطبقة الأولى هي طبقة الإنامل اللي هي طبقة المينا، طبقة المينا دي اللي بتحمي الأسنان. تحت منها طبقة العاج اللي هي الموصلة، فيها أنابيب موصلة للعصب، فده اللي بيخلي الإنسان يحس أو المريض يحس بالألم أو بالحساسية. لو حصل أي مشكلة في طبقة المينا الخارجية دي فده بتأثر على طبقة العاج وبيحس المريض بالألم. الأسباب اللي هي اللي احنا قلنا عليها تسوس أو التآكل الأسنان أو التهابات اللثة أو طبقات الجير، كل الحاجات دي كلها ممكن تسبب الحساسيه. حتى حضرتك التفريش الخاطئ للاسنان، يعني الناس اللي بتفرش اسنانها غلط، استخدام الفرشاه، استخدام يعني الفرشه، فرشه غلط، فرشه هارد، او طريقه الغسول نفسه، طريقه تفريش الاسنان نفسها غلط، يعني احيانا في ناس بتغسل سنانها غلط، فده ممكن يعمل حساسيه للاسنان. فانا بنصح الناس كلها ان هي تواظب على زياره طبيب الاسنان كل 6 شهور عشان لو في اي سبب مرضي الدكتور يقدر يعالجه، وفي نفس الوقت الدكتور برضو يقدر يعلم الناس او يعلم المريض بتاعه ازاي يغسل اسنانه. ودي حاجه مش عيب، لان احنا ممكن يكون في ناس كده بتغسل اسنانها كتير جدا ولكنها بتغسل بطريقه خاطئه، او بتستخدم فرشه هارد مثلا، فدي بتعمل تاكل في طبقه المينا الخارجيه للاسنان. فكل دي الاسباب اللي احنا نقدر نقول عليها ان هي ممكن تسبب حساسيه للاسنان. ظهرت طرق حديثه شويه لعلاج حساسيه الاسنان غير الاسباب دي كلها. لو لسه ستيل في حساسيه ففي طرق زي الليزر، ممكن نعالج الحساسيه دي بالليزر. هنتكلم برضو عن طرق العلاج دي لاحقا، بس احنا دلوقتي في مشكله الحساسيه.
شكل الالم ايه اللي بيشعر بيه المريض، اللي لازم ينتبه انه لما يلاقي الالم ده تحديدا لازم يتوجه للطبيب المختص؟ هو زي ما قلنا الم بيجي وغزه شديده، احنا بنسميها كده كهرباء، بتيجي كده لسعه لما ياكل ايس كريم او ياكل اي يشرب حاجه ساقعه قوي، فبيحس بالم في 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 اسنانه كلها او ممكن في جزء معين من السن. فلو الالم ده استمر اكتر من 30 ثانيه بس ولسه الالم مستمر معاه او اضطر ان هو ياخد مسكن، لازم ان هو يروح للدكتور بتاعه عشان هو يعرف يشخص له بالظبط ايه السبب الموجود ده. ممكن يكون في كافيتي او تسوس في السن من غير ما ياخد باله، ممكن يكون في تسوس ما بين الاسنان برضه من غير ما ياخد باله. كل دي حاجات ممكن تاثر، الطبيب هو اللي هيساعده ان هو يكتشف اللي عنده ايه المشكله اللي عنده بالظبط ويقدر يعالجها له. الدراسة كانت بتقول انه الاناث اكثر عرضة للاصابة بحساسية الاسنان اكثر مقارنة بالرجال، ده ترى ايه السبب؟ السبب ان السيدات يعني بعد الحمل والرضاعة واللي بيتعرضوا له السيدات من الحمل والرضاعة وقلة الكالسيوم، فده ممكن بيأثر على طبقة المينا بتاعة الاسنان فبيحصل لهم حساسية الاسنان. في بعض الحوامل برضو نتيجة تغير الهرمونات فبيحصل لهم حاجات اسمها التهابات في اللثة بتبقى موجودة اثناء الحمل، فبالطبيعي ان طبقه الاسنان بتاعتهم بتقل تدريجيا، طبقه الاسنان دي بتضعف فبيحسوا بالحساسيه اكتر من الرجال. كمان ان الناس اللي اكبر من 40 او 50 سنه زي ما حضرتك كنت بتقول في المقدمه، دول بيقل عندهم بقى العكس ده، بيقل عندهم الاحساس بالحساسيه دي نتيجه ان بيحصل انكماش لطبقه العصب شويه، فطبقه العصب دي بتنكمش فالعيان بيبقى اقل عرضه للاحساس بالحساسيه مقارنه بالشباب الصغير. حتى عندنا الشباب الصغير مثلا 20 سنه ولا حاجه لو عملت له حشوه ممكن يحس بالحساسيه بعد الحشوه اكتر من الحد من الانسان الكبير في السن. طيب الالتهاب دوت او المشاكل اللي بيشعر بها الانسان لما بيكون عنده حساسيه، هل بتكون بس مع المثلجات المشروبات المثلجه فقط ولا ايضا مع المشروبات الساخنه؟ هو ممكن يحصل مع الساقع او السخن بس البارد هو اللي اكتر، وهو البارد هو اللي بيظهر دايما في الاول، لان طبعا البارد درجه حراره جسمنا لما بيدخل عليها حاجه بارده والاسنان معرضه فيها اي مشكله زي ما احنا قلنا فهو بيحس بالالم من نتيجه المشروب البارد او الايس كريم او ما شابه ذلك، فبيحس بالالم اسرع من الحاجه السخنه. صحيح. طيب خلينا نستعرض مع حضرتك طرق العلاج التقليديه المتعارف عليها اللي معظم الدكاتره بيعملوها، وبعدين نشوف ايه هي الطرق الحديثه اللي بدات تظهر لعلاج هذه المشكله، وهل في علاج جذري لهذه المشكله ولا هي بتظهر من وقت للتاني؟ الحقيقه يعني احنا زي ما قلنا احنا عايزين نقسم الموضوع كده لشقين، لو في حاجه مرضيه نتيجه تسوس او جير او حاجه من هذا القبيل فالدكتور بيقدر يعملها، لكن لو هي الموضوع مزمن او الموضوع مثلا حساسيه موجوده بقالها كرونيك احنا بنسميها كرونيك يعني موجوده بقالها فترات طويله مع المريض فده الحقيقه بياخد وقت شويه، والمريض لازم يتابع مع الدكتور بتاعه عشان هو ينصحه بالمعجون الاسنان المفضل للحاله بتاعته، وبرده مع بعض غسولات الاسنان المضمضه ان هو برده الدكتور بتاعه هو اللي هينصحه بالطريقه الافضل، لان في اكتر من معجون ممكن يستخدم في طرق مختلفه، في طرق في معاجين لحساسيه الاسنان وفي معاجين لحالات اخرى، فلازم الدكتور هو اللي ينصحه. حتى المضمضه يعني المضمضه برضو لازم الدكتور هو اللي ينصحه بالمضمضه المظبوطه لعلاجه، وده بياخد وقت شويه العلاج لحساسيه الاسنان ظهرت. طيب دكتور محمود معانا الاستاذه منى من القاهره عندها استفسار بخصوص حساسيه الاسنان. استاذه منى الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندم. دكتور حاجه؟ فندم اتفضلي معاكي الدكتور. اهلا وسهلا. لو سمحت بقول لحضرتك انا التهابات لسه بقالها عندي فتره كبيره قوي والالام صعبه جدا زي الام العصب بالظبط. التهاب اللثه بقاله فتره طويله وعندها الام صعبه مصاحبه يعني لهذا الالتهاب. زي الفرق بين الام العصب والام اللثه عشان هما الاثنين بيبقوا قريبين في الالم وصعب جدا، بس اللي ممكن يميز حاجه اللي هي اللثه يعني الالم الكهرباء والالام دي الماس يروح بس بترجع تاني مهما برضو الصدمه، استخدمت المضمضات الغاليه والمعاجين بس مش عارفه بقى ايه الطرق الحديثه ولا يمكن عشان الجو كمان بروده. حضرتك زرتي الطبيب بتاعك يا فندم؟ طبعا ايوه. الدكتور قال لك ايه؟ حساسه ولسه وباخد مضاد شويه اتحسن وشويه كده، بس قصدي هي بتبقى يعني ما تبقى مزمنه او حساسه بس هي بتزيد اكتر في الشتاء يعني اكتر عن الصيف. بتزيد اكتر في الساعة. تمام يا فندم. تمام شكرا استاذه منى.
نجاوب على الاستاذه منى. يعني هي بتقول ان هي عندها حساسيه في اسنانها مزمنه بقالها فتره، والدكتور اداها علاجات كتير ولسه الموضوع مستمر، فانا برضو انصحها ان هي تصبر شويه وان هي برضو تتابع مع الدكتور، ولو في مشاكل في اللثه التهابات في اللثه تتعالج برضو مع الاستخدام الافضل للمعجين والمضمضه. لو الموضوع تطور اكتر من كده، في بقى بعض الحالات اللي عندها زي مثلا انحسار في اللثه او انكماش في اللثه، ففي طرق حديثه شويه احنا ممكن نعمل عمليات كده، ان احنا نحط طبقات من العظم عشان نرفع طبقه اللثه دي شويه. في طريقه تانية بالليزر، احنا ممكن نستخدم الليزر عشان نقلل الالتهاب، نقلل الاحساس بالالم في الاسنان. في بعض الطرق حديثه، في مواد كده بنحطها على الاسنان لو في جزء من الجذور اتعرى علشان احنا نغطي الاسنان دي عشان ما تبقاش حساسه. تمام، بتمنى يا استاذه منى يعني نكون قدرنا نجاوب لك على التساؤل الخاص بحضرتك. طيب بنكمل مع حضرتك، وكنا بنتكلم عن انواع العلاجات المختلفه سواء التقليديه ثم الحديثه، فكنت حضرتك بتقول بدات يعني بالحديث عن هذا طرق العلاج المختلفه. فكمل لنا بقى ايه الطرق. هي الطرق ديت زي ما قلنا هي اهم حاجه، لو الحاجه مرضيه تتعالج، لو الحاجه مش مرضيه فاحنا هناخد الروتين العلاج الطبيعي اللي هو المضمضات والمعجون وازاله الجير كل 3 او من 3 ل 6 شهور للمريض اللي عنده مشاكل في الجير. لو الموضوع متطور اكتر من كده وموجود في اللثه، لو في مشاكل حصار في اللثه بنعمل عمليه زي ترقيع للعظم وبنرفع اللثه شويه. لو في مشاكل اكتر من كده لسه مستمره، فممكن بدانا نستخدم الليزر. الليزر في جلسه او في جلستين، فده بيقدر يقلل لنا الالم بنسب كبيره. وممكن احنا بنبدا نعمل ابلكيشن للليزر بس على الاجزاء اللي هي المعرة من الجدر عشان نقلل الاحساس بالالم، وده بيجيب نتائج كويسه جدا. ظهر برضو حديثا بعض المواد احنا بنحطها على طبقات الاسنان عشان تقلل الاحساس بالالم. في بقى ناس طبيعه اسنانهم بتبقى ضعيفه شويه، في بعض الناس طبيعه اسنانهم ضعيفه شويه، طبقه المينا عندهم ضعيفه شويه، فدول بيبقوا اكثر عرضه برضو للاحساس بالالم. ولكن في طرق متقدمه جدا بقى، لو وصلنا بقى للحاله متطوره والعيان عنده ألم شديد في اسنانه كلها والجدر ده ما فيش اي حاجه نافعه عملها معاه من كل الطرق دي كلها، بنضطر اسفين ان احنا بنعمل سحب للعصب او علاج للعصب عشان نقلل احساس المريض ده بالالم. ممكن بعد كده انها بتتغطى بكراونز او بتركيبات عشان تقلل برضو الاحساس بالالم. عمليات تبييض الاسنان اصبحت النهارده منتشره بشكل كبير جدا، والليزر طبعا واحد من اهم استخداماته في طب الاسنان عموما، يعني هو تحسين وتجميل شكل الاسنان عن طريق تبييضها واعطائها لون ابيض ناصع. تمام، هل هذه العمليات ممكن تؤثر على الانسان اللي عملها بشكل او باخر بحيث انه يصاب بعديها بالحساسيه؟ الحقيقه يعني اكتشفنا ان بعد تبييض الاسنان بالاجهزه الليزر وبالادوات الكتير المستخدمه في التبييض، بدأنا ناخد بالنا ان بيحصل فيه حساسيه للمريض بعد البليتشنج ده على طول او بعد التبييض ده على طول، وده نتيجه الابلكيشن بتاع الجل مع الليزر. الجل ده ماده بتنزل على طبقه المينا الخارجيه للاسنان، فالطبيعي ان المريض بيحس شويه بالالم. في الم وقتي بسيط كده بيقعد حوالي 3 ايام ولا حاجه وده بيروح لوحده، لكن في قلب بيستمر شويه فبندي العيان برضو مضمضات ومعجين معينه عشان نقلل احساسه بالالم. احنا بننصح الناس اللي بتعمل تبييض باستمرار ان الموضوع ده ما ينفعش يتعامل مثلا ماكسيمم مره واحده بس في السنه، ما ينفعش اكتر من كده، لان في ناس بتبقى عايزه اسنانها لونها ابيض قوي، وهي وفي ناس يعني هي لون سنانها مختلف، يعني لون اسنان كل واحد فينا مختلف عن لون سناني غير لون اسنانك، فده طبيعي ان هي مهما الجهاز يفتحها فهي هتوصل لدرجه معينه، فما ينفعش نعمل الموضوع ده نكرره اكتر من مره واحده بس بالكتير قوي في السنه. وبعد طبعا الدكتور بعد التبييض بينصحها ببعض العلاجات زي المضمضه او جل بيقلل احساسها شويه بالالم، احساس المريض بالالم، لكن هو بيزول مع الوقت. طيب دكتور محمود، تنظيف الاسنان العادي الطبيعي اللي هو احنا متعرف عليه، بنروح عند دكتور الاسنان بيشيل لنا الجير، ده مهم جدا يا فندم، وبعدين بيلمع كده طبقه بوليش خفيفه، أيوة. ده له تاثير ممكن ياثر ويصيب حد بالحساسيه؟ لا ده لا، هو برضو دي حاجه بتبقى حاجه بنسميها بوست اوبرتيف، يعني بعد ما بخلص التنظيف او السكيلنج ده العيان بيحس شويه باسنانه حساسه برضو مع حاجه ساقعه او سخنه، بس دي حاجه وقتيه بس بتاخد لها كام يوم.
لكن احنا برضو دي فرصه ان احنا ننصح الناس ان لازم نشيل طبقات الجير، لان اللثه دي هي المنفذ الرئيسي للبكتيريا لجسمنا كله، فلازم نهتم بان احنا ازاله الجير ده بماكسيمم كل 6 شهور، لان احنا ممكن ما ناخدش بالنا ان احنا عندنا اي مشاكل في الجير. الجير ده بيعمل مشاكل كتير زي الرائحه الكريهه للفم، ناس كده قوي تشتكي من الموضوع ده، ويبدا يستخدم بقى مضمضات وحاجات كتيره ولسه برضو ستيل عنده نفس الموضوع. وفي ناس بتغسل سنانها باستمرار كويس جدا ويقول لك انا بغسل سناني كويس جدا بس انا ازاي عندي جير. الجير ده ما بتشالش مع غسيل الاسنان المعتاد في البيت، لازم الدكتور يشيله. كمان ان احنا لازم ننصح الناس ان هي يعني الجير كمان ده بيعمل ممكن ينزل دم الناس. في ناس تقول لك انا عندي التهابات في اللثه وتنزل دم، لازم الجير ده يتشال كل 6 شهور مره، ده بحد اقصى لاي حد. لاي حد يعني تنظيف الجير بس ده مهم جدا. 6 شهور آه. يعني مرتين تقريبا في السنه وده مهم جدا. التبييض ماكسيمم مره واحده بس في السنه بالظبط. وطبعا التنظيف الجير ده اهم حضرتك اهم جدا اهم جدا بالظبط اهم جدا. لكن البوليش ده احنا بنشيل منه بعض الستينز والصبغات اللي على سطح الاسنان، فده ما فيش منه اي اضرار الحقيقه. طيب هل اللايف ستايل بتاعت كل انسان ممكن تاثر على حساسيه اسنانه تخليه يعني يكون مصاب بحساسيه الاسنان؟ واقصد بكلامي ده لو انسان مثلا مهمل شويه في غسيل اسنانه، بيشرب مشروبات معينه او مثلا زي المشروبات الغازيه باستمرار، هل ده له تاثير طبعاً على الاسنان وصحتها؟ طبعا يا فندم. الحقيقه يعني ان اللايف ستايل بتاع الانسان فعلا بيتاثر من اول نوع زي ما حضرتك قلت في المقدمه، من اول المأكولات اللي بياكلها. التغذيه السليمه للانسان بتاثر على اسنانه. تاني حاجه المشروبات الغازيه دي فيها احماض او اي مأكولات او مشروبات حمضيه، فدي بتاثر على طبقه المينا بتاعه الاسنان. حتى الناس اللي عندهم حالات مرضيه اللي عندهم ارتجاع، فبرضه الاحماض المعده دي بيحصل له ارتجاع فبتاثر على بتعمل تاكل في طبقه المينا بتاعه الاسنان. يعني انا بالظبط زي ما حضرتك بتقول الحاله، حياه الانسان نفسه بيتاثر بيها من اول اكله وشربه. التدخين مش عايزين ننسى التدخين، الحقيقه التدخين برضه عامل مهم جدا برضه لمشاكل الاسنان. فهو الناس تهتم بالتغذيه السليمه، غسيل الاسنان المنتظم وقبل ما ننام بالليل دي اهم مره، مواظب بالدكتور الاسنان، لان هو دكتور الاسنان هو اللي هيكتشف. بلاش نروح للدكتور واحنا عندنا مشكله، يعني نروح للدكتور نكشف ونشيك على اسناننا، ده هيبقى افضل بكتير، عشان لو في حاجه من الاول تتلحق هيبقى الموضوع افضل بكتير. صحيح. الحقيقه دكتور يعني في ناس مهمله دايما في مساله غسيل اسنانها تحديدا، يعني الجزئيه دي الحقيقه شغلاني جدا. الطبيعي ان الانسان بيغسل اسنانه 3 مرات في اليوم المفروض بعد كل اكل، المفروض كمان بعد كل اكل، يعني المفروض بعد كل اكل اكثر من 3 مرات في اليوم. والاهم المره بالليل قبل ما ننام، لان البكتيريا بالليل حضرتك اللعاب بيقل بالليل واحنا نايمين، اللعاب ده بيحرك البكتيريا، فلو في بقايا اكل مع البكتيريا اللي موجوده بالليل واحنا نايمين التسوس يزيد. حتى الناس بتحس بالالم اكتر بالليل، يعني حتى دايما ممكن حد يجي يقول انا قمت من النوم من كتر الالم. ليه قام من النوم بالليل وحس بالالم وطول اليوم ما حسش بالالم؟ لان زي ما قلت لحضرتك لو البكتيريا بتشتغل اكتر بالليل. صحيح. طيب حضرتك كنت قلت لي انه الناس اللي بتجز على اسنانها بالليل كتير وهي نايمه بتكون اكثر عرضه للاصابه بحساسيه الاسنان. طيب اقدر افهم من ده انه كمان الشخص المتوتر، الشخص بالزبط اللي بيعاني من بعض المشكلات ده، يعني الاسترس اللي هو بيبقى فيه ده ممكن يكون سبب من اسباب ان هو معرض للاصابه بحساسيه الاسنان وهو ما عندوش اي مرض عضوي بيشتكي منه؟ يعني في ناس بتجز على اسنانها بالليل وهي نايمه نتيجه التوتر، وهي مش حاسه، هي مش حاسه بالموضوع. احنا بنكتشف بقى ان في طبقات من سطح الاسنان بتبقى حصل لها حاجه اسمها زي اتريشن، حاجه اتريشن يعني تاكل. فاحنا بننصحه انه بيحط جهاز بالليل وهو نايم اسمه نايت جارد، جهاز كده حارس ليلي بيلبسه وهو نايم عشان لما يجز على اسنانه ما يحصلهاش تاكل، ما يقعدش ياكل في اسنانه اللي فوق مع اللي تحت. وده السبب الرئيسي في التوتر، التوتر اكتر. كمان الناس اللي بتستخدم سوري اللي هي بتقعد تاكل تقطقط في ضوافرها، ده برضو دي حاجه غلط، لان هو برضو بيضعف طبقه المينا بتاعه الاسنان. الناس اللي بتستخدم اللي بتعمل حركات بالاسنان مش مظبوطه، زي انه يعمل حاجه سلكه او يحط يقطع حاجه خيط او يفتح حاجه باسنانه، كل الكلام ده غلط جدا، وده بيأثر على الاسنان. طبقه المينا بتاعه الاسنان دي طبقه مهمه جدا، ودي اقوى طبقات الجسم، وهي دي اللي بتحافظ على السن وبتحمي العصب وبتخلينا ما نحسش بالالم. لما طبقه المينا دي بتتاثر باي شيء احنا بنحس بالالم. طيب الناس اللي بتضغط على اسنانها بشده اثناء النوم ده بتبقى حاجه مرضيه ولا هو يعني غصب عنه بيعمل كده؟ هو اكتر حاجه هي بتبقى ستريس، وهو اتعود عليها، هابت بقى، بتبقى هابت عاده هو اتعود عليها،
فدايما اللي بيكتشف الموضوع الطرف الاخر، مامته، زوجته، او العكس، اي حاجه، هو اللي بيحس ان هو بيعمل صوت وهو نايم، بيجز على اسنانه جامد وبيعمل صوت. فده يفضل ان هو يحط جهاز كده بسيط جدا اسمه نايت جارد، جهاز حارس ليلي، اول ما ينام يلبسه عشان ما يجزش على اسنانه. تمام. وده بيبقى سبب اكتر التوتر، الاسترس. طيب، تسوس الاسنان والاسنان المكسوره ممكن احيانا الانسان تطير حته من سنته او من ضرسه وهو مش متاثر بيها، يعني حاسس ان هي شغاله عادي وما تاثرش بيها. صحيح. بس ده على اللونج ران ده بياثر عليه. طبعا. وممكن يوقع، خليه عرضه برضه، يكون عنده حساسيه في الاسنان. حضرتك يعني لو التسوس الظاهر ده احنا بنعرفه وخلاص وبنحشيه وبنعالجه، ولكن في بعض الحاجات التشققات او اللي بنسميها كراكس، يبقى في كسر صغير في السن ولا حاجه من غير ما العين يحس بيه، او انا كدكتور اشوفه. يعني احيانا في بعض التسوسات انا ما بشوفهاش، لازم استخدم اشعه ولازم استخدم اجهزه تانية عشان اعرف اتوقع واشوف التسوس اللي موجود ده او التشقق اللي موجود ده. وده بيبقى اللي انا اعالجه بعد كده، ان انا ممكن اعمل له علاج عصب عشان اريحه من الالم. يعني انا الملخص الموضوع ان في بعض الناس ممكن تحس ان ممكن يحصل لها كسر في اسنانها او يحصل لها مشاكل في اسنانها وهي مش حاسه. الناس اللي بيجي لها تسوسات جانبيه يا فندم، يعني احنا كلنا لما نيجي نغسل اسناننا بنغسل دايما بالفرشه، اسطح الاسنان كلها من فوق ومن الجنب ومن كده، في جزء احنا ناسينه اللي هو الجزء الجانبي اللي هو بين الاسنان وبعضها، اللي احنا بنقول للناس لازم نستخدم خيط الاسنان، دنتال فلوس، الخيط الاسنان ده لازم ندخله ما بين الاسنان عشان نشيل بقايا الاكل ما بين الاسنان، لان الجزء ده الفرشه مش بتدخله، مش بتدخل عنده وتنضفه كويس، فده ممكن يحصل فيه تسوسات من غير ما نحس، او يحصل فيه حاجه اسمها جيوب ويحصل فيه مشاكل العيان والعين مش حاسس. بالنسبه للتوث باك او السلكات بتاعت السنان الخشب، لا السلكات دي بلاش، يعني احنا ننصح الناس بلاش سلكات، بلاش الخله، بلاش كده، الخيط الاسنان بس اللي بيتباع في الصيدليه، يعني كمان مش الخيط العادي، عشان في ناس بتجيب خيط عادي، الخيط العادي اللي في البيوت ده ما ينفعش، لازم خيط الاسنان، عشان خيط الاسنان ده فيه واكس، فيه طبقه شمع كده، فبيقدر يدخل بسلاسه ما بين الاسنان وبيشيل بقايا الاكل ما بين الاسنان. لازم نفهم الناس ان احنا لما نغسل سناننا احنا يعني مش بنفرشها، يعني لازم ما نغسلهاش جامد، احنا بنغسلها عشان نشيل بقايا الاكل بس من على سطح الاسنان. فلازم نغسلها بطريقه صح، ما تقلش عن دقيقتين، وتكون بالطريقه المظبوطه اللي لازم الدكتور، مش عيب ان الدكتور يعلمها لك، يعني ما فيش مشكله ابدا ان الدكتور بتاعك يعلمك ازاي تغسل اسنانك، لان احنا عندنا ناس كتير قوي عندها مشكله في الموضوع ده، وفي ناس بتعتقد ان المعجون الاسنان هو السبب، يعني هو اللي بيعالج الاسنان او هو اللي بينظف الاسنان. لا، احنا بننصح الناس ان الفرشه دي اهم حاجه، الفرشه دي نمبر 1، لازم نهتم بالفرشه بتاعتنا، بلاش الفرشه الهارد، تبقى فرشه سوفت او ميديم. ولازم نغسل اسناننا على الاقل دقيقتين، وحجم المعجون بيبقى مش حجم كبير، احنا عرفناه عندنا علميا كده ان هو على قد كميه المعجون على قد حجم حبه الحمصايه كده، يعني كميه صغيره مش كبيره، ما نفرطش قوي، يعني ما في مش بالافراط يعني. ونغسل سناننا اهم مره بالليل قبل ما ننام. دكتور، يعني عايزين نعرف من حضرتك الطريقة الصحيحة لغسل الأسنان، هل بشكل دائري ولا بشكل هو المفروض ان احنا نغسل أسناننا من فوق لتحت، وتبقى الحركة سلولي بطيئة جدا عشان نشيل منها كل من فوق لتحت من فوق لتحت، يعني نفصل الفكين عن بعض، نفصل الفكين فوق لوحده لتحت لوحده، ده اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده، ونغسل من فوق من سطح الأسنان ومن فوق من الجنب. هو كل الطرق ما فيش منها اي مشكله الا طريقه واحده اللي هي العكس، الناس اللي بتغسل كده بالجنب. ده طبعا ده بيحصل تاكل في طبقات المينا بتاعه الاسنان، احنا ما ننصحش الناس انها تغسل بالطريقه دي. كمان الناس اللي عندها الفرشه اللي بالكهرباء، الفرشه بالكهرباء دي ممتازه جدا ومفيش منها اي مشاكل، ولكن الاستخدام الكتير لها هي بتنزل فرصة على طبقه المينا، الاستخدام الكتير لها احنا ما ننصحش بيه. يعني فانا بنصح الناس ان هي لو اللي عندها فرشه بالكهربائيه ان احنا ممكن نستخدمها مره، نستخدم في المرتين التانيين الفرشه العاديه بتاعتنا المانيوالي، لان الفرشه الكهربائيه دي بتنزل فرص كبيره او ضغط كتير على طبقه المينا بتاعت الاسنان. معجون الاسنان ده قصه لوحده. تمام. واختيار معجون الاسنان المناسب لسن كل واحد او الاسنان المختلفه يعني، او المشاكل الصحيه اللي بتعاني منها اسنانه، ده قصه المفروض الطبيب يساعده فيها. المشكله الرئيسيه عندي في معجون الاسنان انه في نوع بيبقى موجود لطبيب الاسنان للاستخدام المنزلي بدون اشراف طبي، فبيبقى على شكل باودر او بيبقى على شكل معجون مخصص بس لطبيب الاسنان. الحقيقه انا ما بحبوش دي حاجه. دي نقطه. في النقطه الثانيه، في بعض المعاجين بتبقى موجوده الهدف منها او هي مكتوب عليها انها مين لعلاج حساسيه الاسنان. طيب،
فرق لي كده بقى بين الموضوعين دول، وعاوز اعرف هل فعلا ممكن يكون معجون السنان هو علاج لحساسيه الاسنان، وهل المعجون السنان اللي معمول خصيصا من غير اشراف طبي لتبييض الاسنان هل ده ممكن يؤثر على الاسنان بالعكس وبالسلب ويخليها اكثر عرضه للاصابه بالحساسيه؟ الحقيقه ان المعجون فعلا المكونات بتاعت المعجون ده بتختلف من معجون لاخر، والمفروض الدكتور بتاعك هو لازم ينصحك ان انت تستخدم اي معجون مناسب لاسنانك. ولكن في نتيجه الافراط في الموضوع التجاري شويه في العلاج حساسيه الاسنان في بعض المعاجين، فالناس بتعتقد ان ده هيعالج الحساسيه من غير تدخل الطبيب، وده طبعا دي حاجه غلط. لازم الدكتور هو اللي ينصحك بالمعجون اللي انت هتستخدمه اللي هو المناسب لاسنانك واللثه بتاعتك. بالنسبه لمعاجين تبييض الاسنان الحقيقه احنا مش بنفضلها كتير، لان دي بتعمل برضو تاكل شويه في طبقه المينا، بيبقى فيها حاجات في بعض المعاجين فيها شويه حبيبات، حبيبات رمليه كده، لما نيجي نغسل اسناننا فهي بتشيل، المفروض انها بتشيل الصبغات بتاعه الاسنان، ولكن هي بتضعف طبقه المينا، فما ينفعش ان احنا نستخدمها باستمرار. النصيحه ان احنا لازم برضو الدكتور بتاعي هو اللي يقول لي استخدم ايه، استخدم ايه اللي مناسب ليا. حتى المضمضه، حتى المضمضه في بعض المضمضات الاكثار منها غلط، لان هي بتبقى فيها مواد حامضيه، المواد الحامضيه دي ممكن تضعف طبقه المينا بتاعه الاسنان. فانا انصح ان الدكتور هو اللي يرشح لنا المعجون المناسب والمضمضه كمان المناسبه اللي احنا نستخدمها المناسبه الاسناني، لان كل واحد زي ما قلنا اسنانه بتختلف، او الحاله اللي هو وصلت لها اللثه بتاعته ممكن يفضل ان هو يستخدم معجون افضل يقوي اللثه. في معاجين فيها مواد بتقوي اللثه، احنا مش عايزين نقول اسماء طبعا، بس في معاجين بتقوي اللثه، في مضمضه برضو لها تاثير اكتر على اللثه. الدكتور هو اللي هيحدد اكتر للمريض على حسب بقى حالته المرضيه، وعلى حسب سنه، وعلى حسب حاله، لو هي حد مثلا عنده مشكله صحيه هو اللي بيرشح له الحاجه الافضل المناسبه له. صحيح. طيب هل في اشياء طبيعيه ممكن الانسان، اكل مثلا معين او مشروب معين، ممكن الانسان لو اعتاد ان هو ياكل الحاجه دي او يشرب هذا المشروب ممكن ده يخلي يعني يساعده على سلامه اسنانه باستمرار عموما، وخاصه يحميه من فكره الاصابه بحساسيه الاسنان؟ هو احنا بنتكلم في العموم بقى، مش حساسيه بس الاسنان، احنا بنتكلم على صحه الاسنان. زي ما قلنا التغذيه السليمه من الصغر بالذات الاطفال، التغذيه السليمه، الكالسيوم، اللبن، اللبن ده مهم جدا للاطفال. التغذيه السليمه للكبار، الخضروات والفاكهه زي ما حضرتك قلت، التفاح والخضروات دي حاجات مهمه جدا. نبعد عن الحاجات الحامضيه اللي فيها احماض كتير، دي بتاثر على طبقه الاسنان وبتضعفها. الغسيل الاسنان اللي باستمرار، او الغسيل الاسنان ده يعني هي حاجه مهمه جدا، ولكن هي في الاول وفي الاخر هي عاده. لو اتعودنا عليها اطفالنا من صغرنا ان هو لازم مثلا قبل ما ينام يغسل اسنانه، هيبقى الموضوع سهل جدا وهيتعود على غسيل الاسنان، وهتبقى صحه اسنانه دايما جيده وفي حاله جيده. في نقطه مهمه جدا، ان انت لو بدات، لو عندك اي مشكله في اسنانك وبدات بيها بدري، لو اكتشفناها بدري وعالجناها بدري اسنانك هتبقى كويسه جدا ومفيش منها اي مشكله. ولكن لو انت مثلا اخذت مسكن زي ناس كتير بتعمل كده وتصبر تستنى شويه، اصل الالم بيروح مع المسكن، لو الموضوع تطور اكتر من اللازم ووصل لمرحله متقدمه انا ممكن اوصل ان انا افقد الضرس، او ان انا احتاج ان انا اعمل له علاج عصب، او فيها هيبقى يحصل فيه مشاكل في الاسنان. يعني الافضل يبقى ملخص النقطه ديت ان احنا الاكل المناسب بيبقى كويس جدا، لازم نغسل سناننا بعد الاكل، التغذيه السليمه من الصغر ده هيبقى مهم جدا، نعود اطفالنا على غسيل الاسنان، هيبقى صحه اسنانهم تبقى جيده جدا. الليزر النهارده اصبح ليه دور كبير جدا في كل حاجه الحقيقه في الدنيا، بس احنا بنتكلم في المجال الطبي وبنتكلم تحديدا في الاسنان. ايه الدور اللي بقى يلعبه الليزر النهارده في علاج الاسنان؟ بنشوف الحقيقه دخل في كل حاجه حقيقة خاصه بالاسنان، بس احنا النهارده هنتكلم تحديدا عن حساسيه الاسنان. ازاي الليزر النهارده ممكن يعالج مشكله حساسيه الاسنان عند الناس؟ الحقيقه الليزر دخل في استخدامات الاسنان بطريقه كبيره جدا، واصبح كل يوم العلم بيتطور، ولما بنسافر بره مؤتمرات بنشوف كل يوم حاجه جديده وتشوف استخدامات جديده للليزر. فالاجهزه المعتاده الاكثر اللي هي للسوفت تيشو اللي هي خاصه اكثر بالاجهزه بالحساسيه الاسنان، لما بنعمل جلسات للعيان بالليزر اللي عنده حساسيه الاسنان ده بيقلل احساسه بالالم. ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان اللي هو عنده كل واحد مننا في طبقه المينا بتاعتنا، ما بين طبقه المينا وطبقه العاج، عباره عن انابيب صغيره جدا كده موجوده. لو طبقه المينا دي حصل فيها تشقق او تسوس او فيها اي مشكله، فطبعا المؤثر الخارجي ده اللي هو الحاجه الساقعه والحاجه السخنه بتوصل عن نتيجه الانابيب دي لطبقه العاج وبتوصل للعصب، والعيان بيحس بالالم. فالليزر استخدامه ان هو بيقفل لنا الانابيب دي تماما،
بحيث ان العيان ما يحسش بالمؤثر الخارجي ده ان هو ياثر على اسنانه او يتعبه. فدي نقطه مهمه جدا في الليزر، الليزر استخدامه ان هو بيقلل احساس المريض بالحساسيه الاسنان. ولكن الليزر ليه استخدامات تانية كتير، زي اللي احنا بنعمل بيه قص للثه او تجميل لطبقه اللثه بتاعه الاسنان. يعني في ناس عندها اللثه بتاعتهم بارزه شويه او فيها مشاكل، فاحنا بنستخدمها في هذا الاطار. اللثه البارزه دي يا دكتور محمود اللي هي الاسنان القصيره قوي، الاسنان القصيره قوي اللي احنا بنسميها الضحكه اللثويه، او الناس اللي عندهم لما بيجي يضحك اللثه بتبان اكتر. فاحنا بنيجي نعمل تجميل للثه بالليزر، فده بيبقى موضوع بيبقى سهل جدا وبيخلي بيفرق جامد جدا مع المريض. صحيح. الليزر بنستخدمه لو عايزين بنعمل حتى في حشو العصب العادي ممكن نعمل بيه الريجيشن وتطهير للقنوات العصبيه قبل ما نقفل. الليزر دلوقتي اصبح بنستخدمه بقى في ان احنا يعني حاجات المتطوره بقى اللي هي لسه ما انتشرتش قوي في مصر، ان احنا نقدر نستخدم اجهزه الليزر ان احنا نشيل بيها التسوس، كمان نشيل بيها التسوس السطحي للاسنان، فطبعا دي حاجه كويسه. الناس اللي بتجيلهم قرح في اسنانهم كتير فنقدر نستخدم برضو الليزر يشيل القرح دي. فالحقيقه الليزر يعني بقى اصبح بقى مهم جدا عندنا في الاسنان. الناس اللي عندها بوكتس جيوب، الناس اللي بتجيلها جيوب مستمر، في ناس كتير قوي بيبقى عندها جيوب، في فروقات بين اسنانهم، فالفروقات دي بيدخل فيها اكل كتير، فهو بيضطر بقى ان هو يحط الخله ويحط العود والكلام ده كله. فالافضل اللي احنا حتى وشلنا بالخيط الاسنان ولسه برضو ستيل في بوكت الجيب ده، فاحنا بنعالجه له بالليزر برضه، بيبقى طريقه بسيطه وسهله وبتجيب نتائج كويسه جدا. تمام. لسه مكملين مع حضرتك دكتور محمود وحديثنا عن حساسيه الاسنان، بس معانا فاصل سريع، هنروح مع الساده المشاهدين نشوف هذا الفاصل ونرجع نستكمل هذه الحلقه، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. من جديد لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقه من اسال طبيب، وضيفي اللي منورني في الاستوديو دكتور محمود ابو السعد استشاري طب وجراحه الفم والاسنان. دكتور بنجلال ترحيب بحضرتك مره اخرى، سعداء بوجودك معنا النهارده. الحقيقه موضوع غايه في الاهميه بنتكلم فيه حساسيه الاسنان. عايزين نتكلم عن مشكله بتواجه بعض الناس، انه ممكن يكون يشعر بالم في ودنه فيروح لدكتور المختص الانف والاذن والحنجره فيقول له انت المفروض تزور طبيب اسنان. حقيقة. فهو الموضوع بيبقى محير شويه، ايه علاقه الاسنان بوجع الاذن؟ يعني حضرتك بقى وضح لنا النقطه دي. الحقيقه ده موضوع منتشر شويه، العيان بيحس بالم في ودنه فيروح لدكتور الانف والاذن يكشف عليه يقول له ما عندكش حاجه، روح له تشوف كده دكتور الاسنان. الاسنان بتبقى مرتبطه بالجيوب الانفيه ومرتبطه بالجيوب الانفيه، لو في الم في اسنانه فممكن ياثر في الجيوب الانفيه او ممكن ياثر في ودنه. دايما موضوع الودن ده بالذات يعني بيتاثر بيه اكتر لو في مشكله في ضرس العقل. لو في مشكله في ضرس العقل، ضرس العقل طالع معوج او طالع مش في مكانه الطبيعي، فده ممكن بيزوق الاسنان وبيعمل شويه كده الم او دايما صفاره كده في الودن. فده بيبقى ده تنبيه لنا او الارم للمريض ان هو ياخد باله من ضروس العقل ويروح يكشف مع الدكتور، لان ممكن يكون ضرس العقل ده محتاج يتخلع. لو طلع بطريقه غلط او وده كتير جدا بنشوفها، فده بيبقى محتاج ان هو يتخلع، وده بيأثر بيعمل صوت في بيعمل وجع او الم او صفير في ودنه. كمان يا فندم الناس اللي عندها اكتشفوا مؤخرا الناس اللي عندها اللي بتجز على اسنانها، بتجز على اسنانها دي، غير ان هو ممكن يحصل له حساسيه في اسنانه، ممكن نتيجه الجز الشديد على اسنانه ده تاثر على ودنه وتعمله التهابات في ودنه، فلازم برضو ياخد باله من موضوع اسنانه. في دايما ارتباط وثيق ما بين دكتور الانف والاذن ومن دكتور الاسنان، لان في بعض المشاكل بتبقى مرتبطه زي الجيوب الانفيه دي بالذات بتبقى قريبه جدا للاسنان، في كتير من اسناننا بيبقى الجذور موجوده جوه الجيوب الانفيه، فلو في مشاكل في الاسنان بتاثر على الجيوب الانفيه والعكس. ده بالنسبه لموضوع الانف والاذن مع الاسنان. تمام. طيب بالنسبه بقى للتركيبات التجميليه في الاسنان زي الفينير مثلا وعمليات التجميل عموما اللي بتتم في الاسنان، عاوزين ناخد فكره شويه عن هذه العمليات التجميليه ومدى تاثير هذه العمليات على صحه الاسنان عموما وكمان على حساسيه الاسنان. الحقيقه ان انتشر جدا موضوع التركيبات التجميليه في الفتره الاخيره، ومش في مصر بس، في العالم كله الناس كلها بقى عندها يعني هوس بموضوع ان سنانها تبقى بيضه وسنانها تبقى جميله. صحيح. خاصه الناس اللي بتعمل تبييض وما بيجيلوش النتيجه، مش بيوصل للنتيجه اللي هو حاببها. ولو حد عنده مشاكل اعوجاج في اسنانه او عنده مشاكل في اسنانه، سنه مثلا اقصر من سنه مش مظبوطه، سنه شكلها مش لطيف، فنقدر نعمل تجميل لاسنانه عن طريق ان احنا بنعمل حاجه اسمها فينير اللي هو بيسموه هوليوود سمايل. فممكن ده بيبقى عباره عن فينير، دي عدسه صغيره بنحطها على الاسنان
او حاجه اسمها لومينير برضو عدسه من غير تحضير بنحطها على الاسنان، او زي التركيبات التجميليه اسمها ايماكس برضو برضو ممكن المريض يعملها لو لزم الامر. دي بتخلي شكل الاسنان شكلها حلو جدا ورصه الاسنان حلوه، وده بيتعمل له ديزاين في الاول والمريض بيشوف شكله هيبقى شكله عامل ازاي. فالحقيقه هي جميله جدا، ولكن في ناس عندها اعتقاد خاطئ ان هو لما يعمل تجميل لاسنانه ان هو كده خلاص ذات سينف. الحقيقه لا غلط، انت لازم تنظف الجير ولازم تحافظ على اسنانك ولازم تغسل اسنانك كل يوم، لازم تغسل اسنانك كل يوم لان ده انت بتغطي الطبقه الخارجيه من السن بس، ولكن انت ممكن تتعرض ان هو لوجود بعض البكتيريا الجيريه او التسوسات في اسنانك بقيه اسنانك، فلازم تهتم بغسيل الاسنان ولازم تواظب مع دكتور الاسنان. احيانا الفينير بقى والعدسه دي لو حصل فيها تحضير، تحضير يعني بنشيل جزء من طبقه المينا لو حد مثلا اسنانه بارزه لبره وانا بركب له عدسه على اسنانه، فطبعا دي هتبرز اكتر، فانا بضطر ان انا اشيل طبقه من طبقه المينا بتاعه الاسنان عشان احط العدسه دي. طبعا بالمنطق لما انا اشيل طبقه المينا فبالتالي هيحصل بعض الحساسيه في الاسنان، الحساسيه دي ممكن توصل انها تروح على طول بعد تركيب الفينير، ممكن تستمر فتره طويله. لو استمرت لفتره طويله فلازم انا اتدخل كطبيب، ممكن اوصل ان انا اعمل له يعني بقول لحضرتك ممكن اوصل ان انا اعمل له علاج عصب لو لقيت الالم ما بيقلش. النصيحه يعني للناس اللي بتعمل تجميل لاسنانها لازم نغسل برضو اسناننا، وما نعتبرش ان انا كده خلاص. حتى اللي بيحط طربوش عادي او كراون عادي على اسنانه بيعتقد ان هو كده خلاص ازاي الضرس مش هيوجعني تاني يعني خلاص. لا لازم مات العصب لا لازم نهتم بالاسنان ولازم نشيل طبقات الجير ولازم نغسل اسناننا ديلي كل يوم. في بعض الناس دايما بتلجا لفكره تقويم الاسنان. حلو. الاسنان متباعده شويه، احيانا بيبقى في بروز في فوق او تحت، يعني في طبقه الاسنان اللي فوق بتبقى بارزه شويه او الاسنان اللي تحت بتبقى بارزه شويه عن اللي فوق. فبيلجاوا طبعا لعمليه تجميل اسنان علشان يحسنوا المنظر العام. عاوز اتكلم مع حضرتك عن هذه العمليات تحديدا، ويعني فكرتها العامه ايه؟ وبرضه هل بيكون ليها تأثير بشكل أو بآخر على صحة الأسنان العامة وخاصة فكرة حساسية الأسنان؟ حضرتك بتتكلم على تقويم الأسنان. تقويم. تقويم الأسنان يعني طبعا تقويم الأسنان ده معناه إن أنا بعدل في شكل الأسنان أو في وضع الأسنان، لأن وضع الأسنان وضعها مش مظبوط. يعني إيه وضعها مش مظبوط؟ يعني راكبة على بعض، فيها عوجاج، في أسنان فك بارز عن فك. فالكلام ده كله طبعا ده أول حاجة لو سبت الوضع كما هو عليه، غير إن هو الشكل مش لطيف، ده بيعمل ان هو ممكن البقايا الاكل والبكتيريا بتتحشر ما بين الاسنان وبعضها، بتبقى عرضه اسنانه ان هو انها تسوس وانها تكون فيها حساسيه ويكون فيها التهابات. يعني الناس اللي عندها اعوجاج في اسنانها او اسنانها مش متطابقه مع بعض، فدول بيبقوا عرضه اكتر للتسوسات والبكتيريا وبكتيريا الجير. فيفضل ان احنا نعمل تقويم الاسنان. تقويم الاسنان ده انا بظبط شكل الاسنان، بخليها في الوضع الطبيعي بتاعها، وده بيتطلب مني ان انا ممكن اوسع مسافه للفك لو الفك ضيق، ان انا لو في فك واسع بحاول ان انا اضم الاسنان مع بعض بحيث الفكين يكونوا متطابقين مع بعض. التقويم الاسنان ده مهم جدا ان هو بيحافظ على اسناننا، ولكن عشان يعمل حساسيه لا مش هيعمل حساسيه التقويم، ممكن يعمل حساسيه اثناء وهو بس المريض اثناء فتره التقويم فتره العلاج، لان التقويم ده الثابت ده بياخد وقت غالبا مش بيقل عن سنه ونص وسنتين، فممكن اثناء العلاج ده هو بس بيحس بالم، لكن بعد كده لما اسنانه تبقى مظبوطه ومرصوصه راسها مظبوطه وبيغسلها بانتظام مش هيحصل له اي حاجه. بننصح الناس انها تبدا لو انت الام بالذات لو لاحظت ان ابنها عنده مشاكل اعوجاج في اسنانه انها تبتدي بالموضوع ده بدري. يعني زمان كانوا بيقولوا لا استنى لما يكبر لما يوصل ل 16 سنه و 18 سنه، لا احنا بننصحهم دلوقتي حديثا انت لازم تهتمي بابنك اول ما تحسي ان في مشكله ابنك او بنتك، لازم تلجئي للطبيب في الاول، لان في بعض الاجهزه بتبقى الاجهزه اسمها اجهزه وقائيه ان انا ممكن استخدمها والطفل صغير، فده ممكن يساعدني ان انا بعد كده ما اعملش تقويم الثابت. كمان الاطفال اللي عندهم بعض العادات السيئه يعني ممكن السنان دي تتعوج نتيجه عادات سيئه من الطفل، زي اللي بيحط صبعه في بقه، زي اللي بيتنفس من بقه، زي اللي بيمص لسانه. في بعض العادات اللي زي كده ممكن تخلي الاسنان تتعوج، فانا لما بطلوا العاده دي اللي هو بيعملها من صغره، فده معنى كده ان انا هخلي الاسنان تبقى في الوضع الطبيعي. هبطلها له ازاي؟ هبطله باجهزه بسيطه جدا احنا بنحطها، الاجهزه اسمها اجهزه وقائيه، بنحطها للاطفال من صغرهم عشان خاطر ان انا ابعده عن اي مشكله. حتى الطفل لو 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 الوالده او الوالد وكشف على ابنه زي ما احنا قلنا اللي هو الطبيعي كل فتره،
الدكتور نفسه هيدله، هيقول له لو في مشكله هتظهر بعد كده فهو هيقول له عليه، هيقول له ان ابنك ممكن اسنانه تطلع لما يعمل اشعه، وياخد باله ان ممكن يقول له ان اسنان ابنك هتطلع بطريقه معوجه او هتطلع مش مظبوطه. دي بتبان يا دكتور بتبان في الاول؟ بيبان في الاول بنسبه كبيره جدا في الاشعه، بيبان لو في حاجه اسمها كراودنج او الاسنان راكبه على بعضها او حجم اسنانه كبير مقارنه بالفك، فبيظهر الكلام ده والدكتور بيدله على الطريقه الافضل ان هو يعمل ايه في الاول وايه يبتدي بايه. فدايما برضو بننصح الناس ان هي تزور الدكتور حتى لو ما عندوش مشكله، وبالاطفال بالذات بالاخص عشان نساعدهم للعلاج الامثل. تمام. معانا دكتور بهجت من الفيوم. دكتور بهجت الو. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بسعادتك. انا احيي حضرتك جدا واحيي تلميذ مش ضيف حضرتك الجميل اللي كلنا بنتعلم منه وبنستفيد منه. وبالمناسبه ديت شكرا. انا ليا سؤالين بعد طبعا تحيتي لحضرتك والكاست بتاع حضرتك وضيفك الجميل. اتفضل يا فندم. السؤال الاول خاص بابني عنده 7 سنين. حضرتك هو ما بدلش السن وكان وطلع له في السنان القدامانيه سنه خلفيه ورا السنان. ديت حلها ايه؟ هل استنى اخلع السنان الاولانيه ولا اعمل تقويم ولا حلها ايه؟ تمام. ده سؤال. السؤال الثاني ليا انا اعاني جدا من حساسيه السنان، من حساسيه اللثه والتهاب اللثه. انا لو شربت حاجه سخنه تقلمني جدا، لو كلت حاجه ساقعه تقلمني جدا، لدرجه ان انا لو كلت على اسناني بعض الوجبات العاديه لا لا لا, لا ساقعه ولا سخنه الاقي انها العصب يقلمني. تمام. اتمنى يعني اعرف الاجابه. بنشكر حضرتك دكتور بهجت. هنجاوب لحضرتك حالا على السؤالين. دكتور محمود، السؤال الاول ابنه عنده 7 سنين بيعاني من ان مشكله اسنانه ابنه لسه ما اتبدلتش والاسنان بتطلع خلف الاسنان. تمام. انا انصحه ان الدكتور يروح لدكتور اسنان ويعمل اشعه بانوراما لاسنانه عشان نشوف الاسنان الدايمه دي موجوده ولا مش موجوده. لو هي موجوده ما طلعتش ليه؟ ممكن تكون اتجاهها غلط. تمام. اذا طبيب الاسنان والاشعه. طبيب الاسنان. السؤال الثاني سريعا عشان وقت حلقتنا، هو بيعاني من حساسيه شديده والتهاب في اللثه والاسنان. انا انصحه برضو الدكتور لو في مشكله يروح للدكتور بتاعه، لو في مشكله في اللثه بيعالج اللثه، لو في تسوسات ولا حاجه هو برضو بيعالجها، لو المشكله اكبر واعم فالدكتور هو اللي هينصحه وهيديله الطريقه الافضل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود ابو السعد استشاري طب وجراحه الفم والاسنان. سعدت بوجود حضرتك معايا النهارده وبحواري مع حضرتك في هذه الحلقه. شكرا يا استاذ ايمن. اعزائي المشاهدين بكده خلصت حلقتنا النهارده من اسال طبيب. بتمنى هذه الحلقه تكون نالت اعجاب وقبول حضراتكم. بشكركم على حسن المتابعه، على وعد بحلقات جديده. حتى يحين هذا الموعد اترككم في امان الله.